السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصاوبوا الكيك اليومي اللي كيكون بسيط في التحضير، لا من ناحية المكونات ولا من ناحية طريقة التحضير ديالو. وبما انه وقت الحوامض فاحسن حاجة غادي نصاوبوها هي كيكة بالبرتقال واللي كتجي رائعة بزاف. اذا تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. مقادير الكيك هي هذه: عندي كاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، 3 ديال البيضات، 3 ديال خمارات حمر، شويه ديال قشور البرتقال محكوك، قبيصه ديال الملحه والدقيق الكافي. انا غادي نحاول نعطيكم القياس بكاس العنبه ملي نكون كنخلط. غادي نخلط البيض مع سنيده. في الخلط غادي نستعمل غير الخلاط اليدوي. وغادي نزيد الزيت وعصير البرتقال. الملح وقشور البرتقال ونخلط مرة أخرى. غادي نزيد الدقيق والخميرة. بالنسبة للدقيق غنزيد جوج كيسان مرة واحدة ونخلط ونشوف القوام ديال الخليط ديال الكيكة واش هو هذاك ولا مازال نزيد. هزات لي جوج كيسان ونص ديال العنبه والنص ديال الكاس شي شويه عامر، يعني اكثر شي شويه من جوج كيسان ونص. غادي نخويو الخليط في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. ودائما فاش تبغيو تخويو الخليط هزوا يديكم مزيان باش يتهوى لكم الكيك. وغادي نطيبوها طياب الكيكه العادي على 175 درجة تقريبا 40 دقيقة. ما تحلوش عليها قبل ما تشموا الريحة ديالها. وباش كتعرفوها طابت كتقلبوها بموس حتى كيخرج ناشف، عاد كتكون طابت كلها. والبيض دائما بحرارة المطبخ، يعني هذه مسائل اللي كنقولها في كاع لي فيديو. بالنسبة اللي ما سبقلوش شاف لي فيديو قدام باش ما تفوتوش هاد التفاصيل. دابا غادي نوجد السيرو باش غادي نسقي الكيكه. غادي ندير فيه كاس ديال عصير البرتقال وجوج معالق كبار ديال سنيده وغادي نخليه يغلي باش يلاه ملي طيب الكيكه يكون برد باش ما نسقيوهاش به وهو باقي سخون. فيها انا خرجت الكيكه من الفران، خدات لي 40 دقيقه باش طابت. عاد طفيت عليها من التحت وشعلت شويه من الفوق باش تحمر لي الوجه. ها هي كيف كتجي طالعه. غادي نسقيها دابا بهذاك الليمون اللي طيبته مع سنيده. العصير ديال الليمون اللي هبط كنعاود نحيدو باش ما يفزقليش التحت ديال الكيكه فوق القياس. وبالنسبه للتزيين انا كنقترح عليكم نديروه من الفوق شويه ديال اللوز افيلي، ولا ممكن ديروا الكوك او خطوط ديال الشوكولا البيضاء.
انا في نظري من الاحسن تكون شي حاجه بيضه باش يجي هذاك مواتي هذاك اللون الابيض مع هذا اللون اللي دوغي ومع المكون الاساسي ديالنا اللي هو البرتقال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما زيناها برقائق اللوز، كتجي لذيذة في المذاق. لا جربتوها غادي تعجبكم، انا اكيدة غادي تعجبكم، وغادي تعاودوا ديروها مرة اخرى. اذا كنتمنى تخليوا لي جيم لعجبتكم لا فيديو، ديروا لي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وإلا كنتو باقين ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش دائما تتوصلوا بالمزيد.